أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم المقاربة الجزائرية بشأن الأزمة في ليبيا تعتمد على الحل السياسي الذي يضمن وحدة هذا البلد وسيادته ويرقى إلى تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية. صبري بوقدوم في كلمة خلال الاجتماع الوزاري حول ليبيا بمبادرة من ألمانيا والأمم المتحدة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جدد بوقدوم دعوة الجزائر الملحة لمجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته في فرض احترام وتنفيذ مخرجات قمة برلين. الجزائر تؤكد، الجزائر من الدول القليلة التي لا ترسل سلاح ولا ترسل جنود، بالعكس ترسل مهندسين لإعادة تنشيط الكهرباء في أو الفرق بينه وبين الآخرين، لإعادة تنشيط الكهرباء أو المولد الكهربائي الذي يهم العاصمة طرابلس، وهذا بطلب من السيد رئيس سراج وبإعازة السيد رئيس الجمهورية. الجزائر موقفها فيما يخص الرفض القاطع للتدخلات العسكرية أو تدخلات حتى السياسية، إذا لم تكن إيجابية في إطار العمل السياسي فهي مرفوضة، وأقولها بكل صراحة.